السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سوف ننتقل إلى حرف الجيم، فلدينا هذا هو حرف الجيم في بداية الكلمة وفي وسط الكلمة وفي نهاية الكلمة، وحرف الجيم المنفصل. هنا لدينا فقرة للقراءة، وجبتي المفضلة. جرب هذه الوجبة وستحصل على نتائج جيدة وطعم لذيذ. المكونات: خبز، جبن، قطعة دجاج، جرجير. طريقة الإعداد: هي ضع فوق شريحة الخبز قطعة مشوية من لحم دجاج، أضف فوقها شريحة من الجبن، أجعل أوراق الجرجير فوق الجبن، ضع شريحة خبز أخرى وسخن الشطيرة. هكذا تكون قد حصلت على وجبة صحية. فهل ستجرب وصفتي يا صديقي؟ هنا أرسم علامة صح تحت الصورة التي توافق المكونات الوجبة حسب النص، فإنها هذه: خبز ودجاج وجرجير وأيضا جبن، فهذه هي الإجابة الصحيحة. هنا أرتب الخطوات إعداد الوجبة كما في النص. رقم 1: ضع فوق شريحة الخبز قطعة مشوية من الدجاج. رقم 2: ضف فوقها شريحة من الجبن. رقم 3: اجعل أوراق الجرجير فوق الجبن. رقم 4: ضع شريحة خبز أخرى وسخن الشطيرة. هنا ألاحظ أجعل أوراق الجرجير فوق الجبن، فالتحليل يكون: أجعل أوراق الجرجير فوق الجبن. هنا لدينا حرف الجيم في وسط الكلمة، في الجرجير لدينا في وسط الكلمة وفي بداية الكلمة، أما أجعل في بداية الكلمة. هنا أنطق المقاطع: جا، جو، جي، جا، طبعا هنا بالمد، جو، جي، جن، 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 وج، أج، مج. هنا اقرأ مستعينا بالصورة: خديجة وجبة خفيفة. علمت خديجة أخاها جاسم طريقة إعداد شطيرة من الجبن والدجاج وورق الجرجير، فابتهج وجربها. هنا نكتب حرف الجيم في بداية الكلمة وفي وسط الكلمة وفي نهاية الكلمة: موج، خرج، نجح، درج، جلجل، عفوا جلجل. هنا نقوم بتحليل الكلمات. لدينا فجل، بروج، إجاص، حجارة، مع، جنون، جر، جيرون، جرجيرون. هنا نكتب الكلمات التالية. لدينا هنا الماء، وهنا إلى، وهنا الغذاء، والغذاء، وهنا لدينا يحتاج، وهنا جسمنا. فنكتب العبارة: يحتاج جسمنا إلى الماء والغذاء.
أكمل حسب المثال. عندنا جبال جبل، أجراس جرس، أبراج برج، متاجر متجر. هذه هي الإجابات. الآن نقوم بكتابة هذه الفقرة. جرب هذه الوجبة لتحصل على نتائج جيدة. هنا نكتب جرس، يجري، برج. هذه هي الأسئلة والإجابات لحرف الجيم. أتمنى نشر هذا الفيديو لطلاب الصف الأول لتعم الفائدة.